السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وحتى يرضى وإذا رضي وما بعد الرضا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه والتابعين ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين، أما ثم بعد. هذه هي المحاضرة الثانية في تعليم أو استخدام برنامج الكورس لاب، وهو برنامج مجاني لعمل المقررات بصورة إلكترونية وتحويلها إلى صورة عيارية أو عمل اختبارات إلكترونية بالضغط. احنا المحاضرة الماضية تعلمنا وشفنا وعرفنا ازاي بنحمل برنامج الكورس لاب وازاي بننشطه، ودي بتبقى البداية بتاعتنا. يبقى بالضغط على الأيقونة أو الرمز أو الرمز الخاص بالبرنامج اللي هو الكورس لاب بيطلع الشاشة اللي موجودة قدامنا دلوقتي. الشاشة دي الشاشة الصغيرة اللي قدامنا دي بتحتوي عنوانها تعريب مدير مركز تقنية المعلومات في مدارس الرياض مصطفى أحمد غزيل. طبعا ده الشخص الفاضل اللي قام بتعريب البرنامج، لأن البرنامج ده باللغة الإنجليزية وهو برنامج مجاني، ولكن هو قام بتعريبه فربنا يجازيه كل خير. بنلاقي في الشاشة الصغيرة دي أو الويندوز الصغيرة النافذة اللي قدامنا دي ثلاث حاجات: مقررات تعليمية، دي المقررات الأخيرة اللي قمت بعملها، ممكن تبقى مقررات تجريبية، المهم بيحط آخر ثلاث مقررات تقريبا اللي اشتغلنا فيهم. استعراض، بيبتدي يفتح الكمبيوتر، لو ضغطنا هنا مثلا فيبتدي يقول لي سامبل بيكتشر، وبدور على المكان، بروح على الديسك توب، بروح على أي مكان آخر أنا حملت فيه البرنامج بتاعي. طبعا كان الاختيار الاخير هو مقرر جديد، طبعا انا هنا مش موجود عندي فسهل ان اروح من هنا مره تانية، اهو مره تانية السهم موجود عندي، يا اما بدوس على ملف وبقول له جديد فبيديني مقرر جديد. طبعا الاثنين دول مش متنشطين لان لسه ما فيش حاجه عندي، فيا اما بدوس على مقرر جديد من تحت كلمه ملف او افتح واحد موجود اوريدي انا كنت عامله قبل كده، او بيديني اخر المقررات اللي انا عملتها بيفتح حاجه، او بدوس على الايقونة الصغيرة دي، الرمز ده المقرر ده رمز مقرر جديد. طيب هنشوف مع بعض هنا، لو ضغطت على الرمز ده اهو دي الصفحة الاولى، يبقى بداية عمل مقرر جديد. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، اهو مكتوب لي مقرر جديد. طبعا اللي بيستخدم الكمبيوتر بصورة مستمرة زي معظمنا على طول بيقوم جاي دايس نيكست او بيضغط على الزرار المكتوب على نيكست او التالي ويكمل. طبعا الافضل اذا كان البرنامج جديد ولسه مش متعرفين عليه بنبتدي نقرا الكلمتين اللي موجودين عليه عشان لو في حاجة مهمة اللي احنا نتعرف عليه. طبعا هنا على اليسار مكتوب كورس لاب فيرجن 2.4، ده الفيرجن او الرقم البرنامج، لان في موديلات تانية، في السبعة وفي الاثنين وسبعة وفي كده، ولكن الحقيقة في بعضها برامج مش مجانية، لكن ده الفيرجن الوحيد المجاني اللي موجود او متاح. طبعا هنا بيقول لي بنرحب في شاشة الترحيب، بيرحب بيها في معالج انشاء مقرر جديد، بمساعدة هذا المعالج تستطيع انشاء مقرر تعليمي جديد. طيب بيعرفني على برنامج الكورس لاب، فبيقول في برنامج الكورس لاب يحتوي المقرر نموذج تعليمي واحد او اكثر، هذا النموذج يحتوي على شرائح متتابعة، وهذه الشرائح تحتوي على عناصر تعليمية واختبارات الى اخر هذه الامور. طبعا بيعرفني هو بيعمل ايه البرنامج. الباراجراف الثالث بيقول لي هو اداة بقدر منها ان بعمل انشاء او تحرير المقررات او النماذج او الشرائح، واقدر اجيب استيراد من خلال الباوربوينت، او استخدم لاقة الصور المتقدم لانشاء سيناريو برمجي. يعني ايه العبارة الاخيرة دي؟ يبقى اذا في امكانيات البرنامج ده انه يقدر يسجل اللي انا بعمله على الشاشة. فلو انا فاتح الانترنت وببحث في موقع مثلا زي جوجل او على اليوتيوب او بشرح حاجة معينة، يبقى يقدر يسجل الشرح بتاعي ويحطه لي داخل المقرر اللي انا بعمله. الباراجراف او المقطع الرابع يستطيع، وهو ده اهم حاجه، يعني ليه احنا عرفنا البرنامج ده؟ ما كان كفايه الباوربوينت، لان عشان يستطيع ايضا الكورس لاب حزم المقررات، حزمها او تحزمها او وضعها في حزمه، اللي هي نقصد بها ايه؟ يضعها في صوره ملف واحد مضغوط. ايه هي اللي يضعها؟
الكلام والشرايح والفيديوهات والصور و و و الى اخره، او حتى لو فيها اختبارات، فبيحطوا المقرر كله على بعضه في ملف واحد مضغوط بنسميه حزمه. عشان كده بنقول ايه، بيحزم المقرر او بيضعه في شكل حزمه. طيب، وهي دي البدايه عشان يبقى في صوره قياسيه. ليه بقى بنحزم المقرر؟ لاستعمالها في انظمه اداره التعلم. ايه بقى انظمه اداره التعلم؟ او تجهيز المقررات لنشرها على اقراص ضوئيه. احيانا بنلاقي في الاسواق او في محلات الكمبيوتر الكبيره او الاماكن اللي بتباع فيها حاجات تعليميه، بنلاقي اسطوانه فيها مقرر جغرافيا، مقرر لغه عربيه، مقرر نحو، احياء الى اخره، رياضيات. ده بيتعمل بالشكل ده بحيث يبقى الاسطوانه لما بتتفتح او تتحط في البرنامج في الكمبيوتر، المستخدم بيبتدي يتعامل معاها ويبتدي يشوف المقرر ده ويعمل اختبارات الى اخر هذه الامور. طب ايه كلمه بقى اداره التعلم؟ احنا اتفقنا وقلنا الغرض الاساسي من تحويل المقرر الى صورة الكترونية. ما اقدرش اقف عند الكلمة دي واقول عيارية صورة الكترونية بس، يبقى الورد ده صورة الكترونية، الباوربوينت صورة الكترونية، البي دي اف صورة الكترونية، فيلم تسجيل في صورة الكترونية. طيب ليه بقى ما اكتفيتش وقلت وقفت عند صورة الكترونية بس، وقلت لازم اكمل واقول عيارية او قياسية؟ لان لو انا جيت عملته بالورد، طب 2007 في واحد عنده 2003 ممكن ما يشتغلش عنده، طب واحد عنده تاني برنامج اخر خالص اللي هو وورد بيرفكت، ده برنامج نظام تاني او ماكنتوش او اجهزه بتاعت الابل، طب الكلام ده معنى كده ان هو مش هيستخدم بقى البرنامج ده. يبقى انا حددت المستخدمين بتوعي لما انا استخدم الوورد بس، ادي واحد، زائد ان الوورد امكانياته محدوده. طب واحد يقول لي انا عملت باوربوينت، جميل، نفس المشكله هتقابلنا برضه، زائد ان سواء الوورد او الباوربوينت او البي دي اف او اي صوره من الصور اللي هي الفرديه بالشكل ده كده غير تفاعليه. يعني ايه غير تفاعليه؟ يعني كل واحد او كل طالب هيبقى مطلوب منه يفتح المقرر وهو يقعد يتصفح مع نفسه ويدور، مفيش اي حاجه بترشده. زائد لو حب يتفاعل، يعني حب يبعت يحل امتحان موجود او اسئله موجوده في المقرر ويجاوبني عليها او ما شابه، مش هيقدر. يبقى اذا الصوره القياسيه او العياريه بتجعل سهل اولا ان المقرر ده يرفع على الانترنت. بيرفع على الانترنت يتحط فين؟ اما يتحط في مدونه شخصيه او على موقع شخصي للدكتور او المحاضر، او بيتحط على موقع الجامعه اللي هو شغال فيها او المدرسه اللي هو بينتمي اليها الى اخر هذه الامور. بالاضافه لحاجه اخيره، ان هناك بعض المواقع التعليميه اللي ممكن بتستقبل او تستضيف بعض المقررات، لان هي دي مواقع مجانيه، مواقع خدميه مجانيه، في بعضها بفلوس. فبعد ما بيتعمل المقرر ده بيترفع المقرر على هذا الموقع عشان استخدامه من قبل طلبه او الطلبه اللي بيدرس لهم هذا المحاضر. خلاص، كل ده احنا عرفناه من الواجهه، من الواجهه اللي موجوده على الشاشه قدامنا. خلاص، يبقى احنا عرفنا الكورس اللي ده فايدته ايه وايه الامكانيات اللي ممكن يعملها. طب بيقول لي في الاخر بقى للاستمرار انقر على ذر التالي، يبقى في الحاله دي اقدر ابقى انا جاهز ادوس على نيكست. الشاشه الثانيه اللي موجوده قدامنا مكتوب مقرر جديد، مطلوب اسم وموقع المقرر الجديد. يبقى مطلوب كام حاجه؟ الاسم والموقع، وعشان كده هو عامل لي خانتين. لا، ده ثلاثه، مش ثلاث خانات. الحاجه الاولانيه المقرر، فانا بقوم جاي دايس. طب انا عملت ايه هنا الاول؟ طبعا دي حاجه المفروض كلنا عارفينها، اللي احنا اتفقنا في الاول خالص ان في حاجات مش هقعد اقف عندها كتير، لان انا احنا قلنا اللي هيشتغل تعليم الكتروني يبقى لازم عنده درايه كافيه بالكمبيوتر، وخاصه بالبرامج الخدميه زي الوورد والوورد والباوربوينت والاكسل الى اخر هذه الامور. فطبعا انا السهم اللي موجود عندي ده كده لو كتبت اهو بالشكل ده هيكتب لغه انجليزيه، انا مش عايز لغه انجليزيه، فبالتالي بقوم جاي دايس ايه؟ طبعا للتسهيل بزوز شيفت الت مع بعض، الزر اللي مكتوب عليه شيفت والت، فبيتحول راس السهم الى الناحيه الثانيه عشان اقدر اكتب باللغه العربيه. يبقى مقرر اهو تعليم الكتروني بالشكل ده، يبقى ده اسم المقرر. طب انا عايز له مولد. طب ما احنا هنا يبقى هنا اشيل كلمه مقرر تعليم الكتروني واحدده هو مقرر تعليم اهو برنامج الكورس لاب. طيب المجلد الكبير اللي هحط فيه المقرر ده ممكن اسميه تعليم الكتروني. طيب
الخانة الثالثة المكان الثالث المسار، انا هنا حاطه على السي على الديسك توب. طبعا انا اقدر اضغط على الزرار اللي على اليمين ده واحدد المكان اللي انا عايزه زي ما انا عايز، احط له فولدر جديد، احطه على الديسك توب، على السي، على الدي، ايا كان. طيب نيجي بعد كده، يبقى انا كده حطيت اسم المقرر، حطيت المجلد، اسم المجلد اللي هيكون جواه هذا المقرر، والمسار بتاعه هيتخزن فين عندي على الكمبيوتر. جاهز؟ جاهز. نضغط على زر النكست اللي هو التالي. بيقول لي اسم المقرر المدخل موجود سابقا في نفس المسار الذي حددته. طبعا الرساله دي طلعت لي لان انا اوريدي عامل المقرر ده قبل كده عندي. طيب يبقى ممكن اقوم جاي شايل الاسم ده بدل مقرر تعليم، يبقى ايه؟ هشيل كلمه ايه هنا؟ اهو هشيل كلمه مقرر او مقرر واشيل كلمه تعليم ونشوف هيقبل ولا لا. اغير الاسم بس، برضو اسم المقرر في نفس المسار اللي انا حددته. طيب نرجع تاني، يبقى مقرر او هنشيل كلمه مقرر هنشيلها وهنقول تعليم على طول، برنامج كورس لاب. نفس الكلام. طب هشيل كلمه تعليم اساسا او هنخلي تعليم كورس لاب وهسميه هنا اهو مقرر تعليم الكتروني. ادي شوف اهو قبله. يبقى عايز ارجع تاني، يبقى عندي اسم المقرر لازم ابقى عارف اسم الكورس بتاعي، تعليم برنامج كورس لاب، المجلد اسمه مقرر تعليم الكتروني. طيب نروح نيكست. بيطلب مني اسم النموذج. اولا مكتوب لي ايه؟ النموذج الاول او الموديول 1. هنعرف يعني ايه الكلام ده دلوقتي. اختر اسم النموذج ثم اختر القالب المناسب. يبقى انا دلوقتي هيبدا بقى هيديني نموذج فاضي جاهز، قالب جاهز، فانا عايز اسميه. هسميه ايه؟ اهو هنسميه، والتسميه سهل انها تتغير بعد كده. هنسميه اهو زي اسم المقرر، تعليم كورس لاب. طيب يبقى خلاص. طيب وهنا اختار اي شكل من الاشكال اللي عندي، نختار الاخضر ده، اخترته واقول له نيكست. بيقول لي تم انشاء المقرر بنجاح واصبح جاهز للاستعمال. هو المقرر خلاص، يقصد القالب بتاع المقرر اللي هحطه فيه، فمجرد ان اضغط فينش او انتهاء اهو ده اللي حصل قدامي. ايه بقى اللي موجود قدامي ده؟ اهو نبص كده مع بعض. الشاشه اللي موجوده قدامنا، اولا كل الايقونات وكل الزراير اللي موجوده هنا والقوائم اللي هنا ما كانتش نشطه، اصبحت نشطه. ليه؟ اصبح في موجود عندي حاجه هنا. الشاشه اللي موجوده قدامي هنا متقسمه لثلاث اجزاء رئيسيه. الجزء العلوي اللي موجود هنا فوق اللي هو فيه عنوان مقرر التعليم الالكتروني في برنامج الكورس لاب، موجود قائمة بالاختيارات اللي موجودة عندي هنا من أول ملف التحرير العرض إلى آخره. القائمة الثانية أو البار أو التول بار اللي هو فيه الأيقونات الصغيرة المساعدة. الجزء الثالث ده خاص بالتحرير بتاع الكتابة وما شابه، لما هيبقى فيه محتوى جوه هنا بس طبعا غير نشط لأن لسه الشريحة دي فاضية أو الصفحة اللي قدامنا دي فاضية. طيب يبقى الجزء الأولاني ده خاص بالأيقونات وخاص بالقوائم. طيب في عندي ثلاث نوافذ، النافذة اللي على اليسار اهي مكتوب عليها كورس، النافذة الثانية اللي في النص فيها شريحة واحدة بالمنظر ده اللي انا واقف عليها وظهر لي لما وقفت عندها نو نيم ملهاش اسم، والشريحة الرئيسية او الشاشة الرئيسية الكبيرة اللي انا واقف عندها بالشكل ده. وعشان نشوفها بوضوح بقوم جاي دايس على اصغر شويه 75 بالشكل ده، ممكن اعملها حاجه وسط. ما فيش، هو عاطيني 75 يا 100، فخليها هنا قدامنا دلوقتي مؤقتا يعني. طيب يبقى عندي ادي الشاشه او النافذه اللي على اليسار، النافذه اللي في النص، والنافذه الرئيسيه الكبيره اللي فيها ايه؟ الشريحه اللي قدامنا او الشاشه اللي قدامنا هنا. هنبتدي ناخد واحده واحده كده مع بعض. اولا عشان نعمل مقرر يبقى لازم نعمل حاجتين، نعمل حاجة اسمها تقسيم شجيري. لو هنبص مع بعض كده على الشاشة، هنشيل الكمبيوتر دلوقتي وهنعمل حاجة اسمها تقسيم شجيري أو تري كلاسيفيكيشن، التقسيم اللي هو عامل زي الشجرة. طيب الحاجة التانية هنعمل حاجة اسمها سيناريو. السيناريو ده اللي هو زي سيناريو الأفلام أو ما شابه أو أي حاجة تانية. إيه بقى السيناريو ده وإيه التقسيم الشجيري ده؟ التقسيم الشجيري أنا عندي مقرر، انا عندي مقرر. المقرر ده المفترض ان هو بيعمل ايه؟ المقرر ده
المفترض بيحتوي على محتوى تعليمي. طيب المقرر ده ممكن يكون هل هو باب واحد، يعني زي كتاب، هنفرض المقرر ده كأنه كتاب، الكتاب المرجع اللي انا بدرس منه، هل هو باب واحد ولا ابواب؟ يبقى اذا المقرر اول تقسيم ليه اقدر اقسمه الابواب، يبقى الباب الاول، الباب الثاني، الباب الثالث، ثلاث ابواب. طيب او فصول، الفصل الاول، الفصل الثاني، الفصل الثالث. كل فصل من دول بلاقي فيه محتويات تحت منه، بقى هلاقي فيه عناوين اللي هي ايه تحت الفصل ده. يبقى اذا ده تقسيم شجيري، التقسيم الكبير المقرر. المقرر بينقسم الى ابواب، وكل باب ينقسم الى فصول، وكل فصل بيحتوي على محاضرات او المحتوى اللي انا هقوم بتدريسه. ده بيسموه تقسيم شجيري، زي ما احنا هنبقى شايفين قدامنا في الشاشه على طول. طيب نيجي نعمل ايه؟ طيب نبص على حاجه حاجه. هنشوف الشاشه اللي على اليسار او النافذه اللي على اليسار مكتوب عليها كورس. هنلاقي هنا كلمة كورس أو تعليم برنامج كورس، لا هي مش باينة كلها. لو أنا عايز أبينها بشد، بقف بالماوس هنا وأضغط باليسار وأشد كده يمين شوية بالشكل ده أهو، فطلع لي تعليم برنامج الكورس. يعني الشاشة اللي إحنا هنشتغل فيها دايماً هكبرها عشان تبقى إيه متاحة عندنا. جميل. أول المحاذاة على اليسار اللي هو ده المقرر، وطبعاً أنا عندي هنا مقرر واحد. لو وقفت عند المقرر ده، وهنا اللي تحتها دي صفحة اللي أنا واقف عندها دلوقتي مكتوب عليها تعليم كورس لاب. لو وقفت على المحتوى بتاعي، أنا عايز أقسم المحتوى بتاعي أو المقرر إلى فصول أو أبواب. أنا كده واقف وعلمت على العلامة دي بالهايلايتد، لو عملت بالزر الأيمن بالشكل ده وضغطت عليها فطلعت قائمة منسدلة فيها اتنين، جديد وتغيير الاسم. تغيير الاسم لو أنا عايز أغير الاسم بتاع المقرر بتاعي، عايز أسميه أي حاجة تانية، أهو لو دوست بالشكل ده تغيير اسم، انا مسميه تعليم برنامج كورس لاب. هل ممكن اسميه حاجه تانية؟ زي ما انا عايز. خلاص. طيب الاختيار الثاني جديد، لما ادوس على جديد الاقي السهم ده دايما لما اقابله يبقى هيديني اختيارات ثانيه. مكتوب عندي جديد، نموذج، ومجلد. ايه الفرق بين الاثنين؟ عشان نفهم الفرق بين الاثنين يبقى لازم بالتجربه نضغط جديد نموذج. فتحت شاشه جديده، طلب مني حاجتين، اسم النموذج انا هحطه اي اختيار اهو، هنسميه تجربه مثلا، تجربه، وبيقول لي اختار حاجه من اللي موجوده عندك هنا ايا كان الاختيار. خلاص اي اختيار اهو، انا اخترت اللون ده مثلا، ممكن هنا من القائمه دي اختار اي حاجه تانية اهو بالشكل ده، اختار اللون ادي الاحمر مثلا وادوس اوكي. هنشوف ايه اللي حصل. بصوا معايا كده، المقرر كان موجود هنا مظبوط، كان تحت منه حاجه واحده بس تعليم، بقى عنده حاجتين، بقى تحت منه حاجتين، تعليم كورس لاب وتجربة. طب هي فين؟ ده تعليم كورس لاب كان أقدر، يبقى اللي أنا واقف عنده ده اللي هو الإيه؟ الفتح الجديد اللي هو تجربة. طب فين الكورس لاب راح فين؟ أهو. يبقى إذا أصبح عندي كأن أهو فصلين بالشكل ده أو محاضرتين، دي محاضرة ودي محاضرة. طيب أمال فين بقى الأبواب؟ يبقى اذا لو انا دوست جديد ودوست نموذج ده اللي طلع عندي، طب لو دوست مجلد نجرب كده اهو بالشكل ده. يبقى اذا المقرر بتاعي اهو، هنلاقي هنا عندي في شكلين طلعوا، دول اسمهم ايه؟ جديد يعني نموذج جديد او محاضره جديده. كلمه موديول هنا اللي هي تقابل كلمه محاضره زي ما احنا شايفين دلوقتي في الشرح اللي احنا قلناه قبل كده او على الشاشه. فنيجي هنا للكورس لاب وتجربه وفي مجلد، الشكل ده كده غير مفضل وغير صحيح. ليه؟ ما ينفعش احط محاضره مع فصل، احنا قلنا المقرر بتاعنا بيحتوي على ابواب او فصول. طيب يبقى في الحاله دي لازم تحت المقرر ده احط الابواب بتاعتي الاول اللي هي المستوى الشجيري اللي يليها، وبعدين احط جواها المحتوى بتاعي او المحاضرات. يعني ايه الكلام ده؟ طب ما احنا عايزين نطبق، عايزين نطبق. يبقى لا، احنا لو وقفنا عند الكورس ده كده طلع عندي اختيارين. لو وقفنا عند اللي بعدها وعملت بالزرار الايمن بالشكل ده كده طلع عندي قائمه ثانيه، كلمه فتح وحذف وتغيير الاسم وفتح نموذج. كلمه فتح نموذج ومجلد دي مالناش دعوه بيها دلوقتي خالص، مش هنتعرض لها دلوقتي على الاطلاق. يتبقى تغيير الاسم لو دوست عليها زي ما شفنا قبل كده، تغيير الاسم. طب الاختيار الثاني حذف لو انا عايز احذفها. طب فتح اهو يفتح لي بالشكل ده.
انا بفتح الصفحه دي بالضغط عليها مرتين زي هنا، بدل ما ادوس يمين وادوس فتح بالشكل ده، طب ما انا اضغط عليها مرتين بتتفتح. طيب ايه تاني في القائمه؟ حذف. هل انا مش عايزها؟ اه الحقيقه عايز احذفها، فبياكد لي تحذف، اقول له اه، وهنا كمان احذف، اقول له اه حذف. يبقى انا كده بقف وبالزر اليمين اضغط يطلع لي قائمه عشان اغير. طيب وخليت بس مجلد جديد، المجلد الجديد ده لما ادوس باليمين بيطلع لي ثلاث اختيارات، جديد زي اي اختيار اخر او حذف وتغيير الاسم. هنسمي تغيير الاسم ده هنسميه الباب او الفصل الاول، اهو الفصل الاول لو انا عندي فصول. طيب في فصل تاني في المقرر بتاعي، اه اهو جديد، ونخلي مجلد تاني ونسمي ده تغيير اسم زي ما اعمل كده. انا عملت ايه دلوقتي؟ انا وقفت هنا هحذفه ونعيد الخطوه دي من اول تاني. بقف على المقرر في الاول خالص فوق، طبعا هنا في الشمال او على اليسار مفيش حاجه تحت منه، دي جواه شويه، فبقف بزرار بعلم عليه وزرار اليمين بضغط بيطلع لي جديد، اختار مجلد فبيتحط تحت المجلد اللي فات. بعد كده اقف عند المجلد بالزر الايسر ثم بالزر الايمن بضغط فبتطلع لي قائمه بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم، جديد وحذف وتغيير الاسم، بختار تغيير الاسم وبسميه الفصل الثاني وبدوس موافق. يبقى انا كده عندي فصلين، فالنقد المقرر بتاعي عباره عن فصلين. طيب الفصل الاولاني تحتيه فيه محاضرات، يبقى اروح اقف عند الفصل الاولاني وبالزر الايمن وتطلع لي قائمه، ادوس جديد، مش هدوس مجلد بقى، ادوس ايه؟ نموذج بالشكل ده. لما اضغط نموذج اضغط على كلمه نموذج فبيديني الشاشه الجديده اللي احنا متعودين عليها وشفناها قبل كده، بحط اسم النموذج فبقول مثلا هنا اهو تنزيل، او هنا تحميل مثلا البرنامج. يبقى المحاضره الاولانيه هشوف تحميل البرنامج بيتم ازاي، واختار قالب من القوالب ايا كان، اختار اللون اهو، هنبدا باللون مثلا الازرق ده او اهو بالشكل ده ايا كان، اختار اللون اللي بيعجبني ده التركواز طبعا، واقوم جاي دايس اوكي فبيفتح لي بالشكل ده، اقدر املى الصفحه خليها دلوقتي. يبقى دي المحاضره الاولانيه. فانا الفصل الاولاني فيه اكتر من محاضره، يبقى اقف عند الفصل الاولاني تاني وادوس وادوس جديد واقول له نموذج فبيديني صفحه تانية نموذج اخر. طب بعد تحميل البرنامج يبقى ايه؟ اتعرف على واجهه اهي البرنامج واختار لون تاني، انا اختار هنا في طبعا في اختيارات كتير، انا بختار هنا بالشكل ده كده، نختار اللون الاحمر مثلا اللي هو الريد وادوس اوكي. ايه اللي حصل عندي؟ حصل حاجتين، هنا في اليسار ابتدى تتحمل، يبقى فيه في الفصل الاولاني المحاضرات اللي هتبقى جواه، وابتدى هنا في اليمين في الشاشه الرئيسيه عندي اتفتح لي اكتر من ويندوز، اكتر من شاشه موجوده عندي. طيب ملاحظين ايه؟ الشاشه اللي ورا دي مكتوب عليها تحميل البرنامج اللي هي الاسم نفسه بتاع المحاضره الاولانيه، والشاشه الثانيه مكتوب فيها ايه؟ العنوان بتاعها اهو واجهه البرنامج اللي هي المحاضره الثانيه. هل ممكن اضيف ثاني؟ اه ممكن اضيف ثاني زي ما انا عايز، بس هنكتفي بدول دلوقتي. يبقى عندي المقرر بتاعي اهو سميته وحطيت الفصول بتاعتي اللي انا هشتغل فيها. طب هل ممكن نقفل المقرر كان فصل واحد؟ خلاص يبقى هكتفي ان هو فصل واحد بالشكل ده واحط تحتيه المحاضرات. طب ليه انا بعمل كده فصل في الاول؟ لان انا ممكن اجي بعد كده او اثناء المقرر عايز اضيف له حاجه، فبدل ما اقعد اعدل تعديل كبير فانا في عندي فصل ثاني موجود حتى لو كنت سايبه فاضي، عايز احذفه في اي وقت رايت كليك بالزرار اليمين واقول لو حذف هيتشال، فمفيش مشكله بالنسبه لي. يبقى الفصل الاولاني ادي تحميل البرنامج وادي واجهه البرنامج. طيب اللي يهمني دلوقتي انا عايز اشتغل في تحميل البرنامج اللي هي عايز اجهز المحاضره الاولانيه، فبضغط عليها هي اللي بتبقى في الواجهه عندي. طب هيفضلوا بقى صغيرين بالشكل ده؟ لا، اروح على المحاضره الثانيه اللي انا مش عايزها، يقفلها خالص يصغرها. طب ودي كمان ممكن اصغرها؟ اه كلهم تحت عندي اهو، واختار اللي انا هشتغل فيها واقوم جاي مكبرها بالشكل ده. تاني اقوم جاي ضاغط عليها بالشكل ده اهو، مينيمايز بصغر، فده بيرجع لي للشكل الاصلي تاني، او ده بيكبرها لي اقصى حجم. لو هنا ده الشكل اللي كان موجود، عايز اكبرها اكتر بتملى الشاشه عندي عشان اقدر اشتغل فيها. طيب يبقى مره ثانيه، يبقى الجزء العمود اللي على الشمال اللي هو الايسر ده في المقرر بتاعي. طيب ولو بصينا بقى اللي هو الشكل الشجيري هنلاقي هنا ده على اليسار لوحده، المستوى الثاني اللي هو بتوع الفصول او الابواب، المستوى الثالث تحميل البرامج اللي هي المحاضرات وهكذا.
والمفترض المحاضره دي بتبقى هي اخر مستوى. هل ممكن اعمل بعد كده؟ ممكن داخل المحاضره اعمل حاجات تانية بس مش منطقي. المفروض المنطقي خلاص هي دي الحاجات اللي هشتغل عليها على طول. طيب يبقى اجي انا هنا شغال في تحميل البرنامج. طيب احنا كده شفنا القائمه اللي على اليسار دي بالشكل ده. نصغرها ازاي؟ باجي عند الحاز بتاعها كده او الحدود بتاعتها، الاقي لغايه لما السهم يطلع عندي براسين بالشكل ده كده في اتجاهين، بضغط بالزرار الايسر للماوس واقوم جاي شاددها على اليسار بالشكل ده عشان اصغر، عشان ادي فرصه للشاشه هنا تبقى اكبر شويه. طيب الشاشه اللي في النص عندي بقى، العمود اللي في النص ده حكايته ايه والشاشه الرئيسيه؟ طب نشغل الشاشه الرئيسيه شويه ونخليها 75 عشان تبقى باينه معانا. نيجي بقى، انا دلوقتي واقف عند تحميل البرنامج، فطبعا ده اللون اللي انا اخترته. طب لو وقفت عند واجهه البرنامج الاقي هنا ايه؟ لون تاني، عشان اميز كل محاضره من التانيه ارجع تاني للمحاضره الاولانيه. طب وهي المحاضره الاولانيه كلها هتبقى في شاشه واحده بالشكل ده كده؟ لا. طب يبقى انا محتاج شرايح. لان العمود اللي في النص ده، الشاشه اللي شايفينها قدامنا اللي مفيش عليها اسم، دي اسمها شريحه. شريحه يعني زي تسميه الباوربوينت. فاقدر اضغط بالزر الايمن هلاقي عندي قائمة طويلة، اللي يهمني منها دلوقتي شريحة جديدة اهو، بقى شريحة رقم 2 مكتوب عليها بناء عنوان تاني، احط شريحة اقف عندها وبالرايت كليك او بالزر الايمن وادوس شريحة جديدة، فبيطلع لي واقدر اضيف شرايح زي ما انا عايز زي الباوربوينت. يبقى كأن المحاضرة دي لوحدها اللي هي اسمها تحميل البرنامج كأنها ملف باوربوينت بتاع المحاضرة. طيب ليه بقول كده؟ لان احنا في المحاضرة بتاع اللي بيشتغل بالباوربوينت مثلا احيانا بيعمل ايه؟ بيبقى كل محاضره هو رايح مجهز المحاضره دي في باوربوينت عباره عن 20 او 30 سلايد محاضره مستقله لوحدها، فبالتالي لو بيدي 16 اسبوع مثلا او 15 او 12 ب 12 محاضره يبقى في عنده 12 ملف. في ناس بتعمل كده، ناس منظمه وعايز كل محاضره لوحدها بحيث حتى يبقى حجم الملف صغير ويقدر يتعامل معاه، ودي نقطه مهمه جدا الحقيقه. في واحد تاني يقول لك لا، انا المقرر بتاعي كله على بعضه هو عباره عن ملف واحد باوربوينت 120 شريحه، بخش المحاضره بشغلهم وقت ما اقف او وقت ما اخلص او خلص. طبعا ده فرق بين الطريقتين يعني للنظام. في واحد بيشتغل كده وفي واحد بيشتغل كده. اللي بيشتغل بصوره منفرده يعني كل محاضره لوحدها فبيقدر يعمل تنسيق لكل محاضره فبتبقى مميزه، ولو عايز يبعت المحاضره دي بالايميل او خلافه فبيبقى تحميلها سهل. طيب ادي واحد. الحاجه الثانيه، اللي بيشتغل بالمقرر كله على بعضه، عدد الشرايح كله المقرر كله على بعضه، بيبقى حجم الملف كبير. دي نمره واحد. نمره اثنين، ممكن لو عايز ينسق تنسيق داخلي فبيعمل اول 15 شريحه اللي هي المحاضره الاوليه بلون او بخلفيه، ويجي مثلا على المحاضره الثانيه يعملها بخلفيه ثانيه فيقدر هو يميز ايه ما بينهم. دي طريقه ودي طريقه. طبعا الطريقه اللي قدامنا دي هنا شكل شجالي ده بيبقى افضل، لان المقرر عندي كله على بعضه ومتقسم الى فصول ومحاضرات كانه عامل زي كتاب بالظبط. يعني الشكل اللي هيبقى قدامي ده كاني ماسك كتاب وفي فصول اقدر اقسمها، دي المحاضره الاولانيه دي المحاضره الثانيه الى اخر هذه الامور. طيب يبقى احنا كده مره ثانيه، ادي الواجهه الثانيه المحاضره الثانيه لسه ما فيهاش غير شريحه واحده، عايز اضيف اهي شريحه شريحتين بس وتبقى المحاضره الاولانيه فيها اربع شرايح اقدر اخليهم زي ما انا عايز. القائمة الثانية أو اللي في النص دي أنا عايز أتعامل معاها فأقدر أوسعها شوية كده عشان تبقى كبيرة عندي أقدر أتعامل معاها، بس ممكن أصغر سنة صغيرة. وعايز أحذف طيب أنا عايز أحذف آخر شريحة عشان يبقى عندي مكان تحت فاضي، فبروح بالزر الأيمن وأقول له إيه؟ قص أو حذف الشريحة. فين حذف الشريحة؟ أهو، هخليهم كده شريحتين عشان أقدر أشتغل عليهم بسهولة وتبقى أنتم شايفين الحدود الشاشة. طيب نكبر بقى شوية بالشكل ده. طيب ادي الشريحتين موجودين قدامي. طيب هنلاحظ العمود اللي في النص ده فوق في العنوان بتاعه في اتنين، في مكتوب كلمه سلايدز وفي مكتوب اوت لاين. لما دوست على اوت لاين طلع عندي الشريحتين موجودين، مكتوب هنا نو نيم من غير اسم وهنا بلا عنوان، مفيش عناوين، الشرايح ملهاش اسم. اقدر اسميها؟ اقدر اسميها. طيب وتحت في ثلاث زراير صغيرين كده، لا اليسار اسمه تايتل، اللي في النص اسمه ماستر، الاخير اسمه نورمال. ايه بقى الحدوته دي؟ خلينا في الشكل الاولاني كده. انا دلوقتي هنا الزر الايمن ده اللي هو النورمال اللي هو الشكل الطبيعي او الاعتيادي، خلاص اللي انا ضغط عليه، فاعطيني المنظر اللي قدامي ده اللي هو منظر مصغرات للشريحه، الشريحه بصوره صغيره، لان لو دوست اوت لاين هنا كده فوق مش هتطلع صوره الشريحه، هتطلع الشريحه نفسها بس الاسم، لكن ما اعرفش اللي فيها ايه الا لما ادوس عليها عشان تظهر لي هنا في اليمين. طب ارجع تاني للشكل بتاع السلايد. السلايد دي اقدر اعمل فيها ايه؟ او الشكل ده بتعامل معاه ازاي؟ لو دوست بالزر الايمن في قدامي كلمه قص
ونسخ ولصق زي اي برنامج اخر. هنا شريحة جديدة، هنا حذف الشريحة، هنا تغيير الاسم. لو عايز اغير اسم الشريحة دي لو دوست عليه كده هو ملوش اسم، فممكن اقول والله تحميل اهو البرنامج، او فك البرنامج، الضغط على فك البرنامج اللي هو لو برنامج مضغوط اقول اهو فك، اهو ضغط البرنامج. اذا كان مضغوط بقول موافق. ايه اللي حصل؟ لو دوست على اوت لاين كده بصوا ادي العنوان اهو، بقى اول شريحه ليها اسم فك ضغط البرنامج. الثانيه لسه ما لهاش اسم، فممكن هنا اقوم جاي مسميها، عملت اسمي ازاي الشريحه، بقف على الشريحه بزرار الايسر وبعدين بزرار الايمن ادوس اضغط تطلع قائمه تغيير الاسم، واقوم جاي دايس هنا اقول ايه تحميل اللي هو انستول يعني البرنامج، بحمل البرنامج بالشكل ده. فلنفرض ان تحميل البرنامج ده زي ما خدنا المره اللي فاتت خد اكتر من شاشه، يعني بتطلع لي اكتر من شاشه اكتر، ففي الحاله دي اقدر اعمل تحميل البرنامج واحد، يعني دي شريحه اسمها ايه الشريحه دي تحميل البرنامج وبس. فاقدر اروح تاني اقول لها تغيير اسم البرنامج الشريحه تحميل البرنامج واحد، واقوم جاي رايح بزرار اليمين واحط شريحه جديده اهي واسميها تغيير الاسم تحميل البرنامج 2، يعني الشريحة الثانية أو الشاشة الثانية اللي بتظهر أثناء تحميل البرنامج. لما أجي أروح للأوت لاين أضغط فوق هنا بقى أول شريحة فيها فك الضغط، بس طريقة فك الضغط. الشرايح التالية اللي بعد كده في المحاضرة بتوري إزاي أحمل البرنامج. طيب وهنشوف دلوقتي الكلام ده يعني. يبقى أنا كده عرفت هنا بتحرك بين الاثنين دول إزاي وأستفاد منهم. طب أي واحدة منهم شريحة لو ضغطت عليها وقفت هنا وبالزر الأيمن تطلع نفس القائمة؟ أهي قص، نسخ، لصق، شريحه جديده، حذف، تغيير الاسم، كذا 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 الى اخره. طبعا القائمه دي كل واحده هتجي لها وقتها، يعني لما نيجي نستخدم حاجه هنقوله. طيب هو نفس القائمه؟ طب ما نشوف كده. نفس القائمه اهي، يبقى مش فرق الشكل ده والشكل ده، الفرق الوحيد ان هنا بتديني مسارات فاقدر اعرف المحتوى اللي فيها من غير ما افتح الشريحه. طيب يبقى كده عرفت التبديل بين فوق. طب نيجي بقى لتحت، دي مهمه قوي. في عندي ثلاث اختيارات هنا. الثلاث اختيارات دول بقى هنعرف بيعملوا ايه الثلاث اختيارات دول، ونتوقف عند هذا القدر في استراحة قصيرة ثم نكمل في الجزء الثاني من الفيلم اللي احنا بنسجله.